بنور ربها نورت بنور ربها أزهرت بنور ربها كبرت أبو الزهراء أتى على صراط أحمد. تقيم الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة المحفل المركزي داخل الصحن الكاظمي الشريف في يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده صادق العلم والمعرفة عليه السلام. ويشارك في هذا المحفل المبارك أعداد غفيرة من المؤمنين، ولهذا المحفل العديد من الفقرات. وستكون البداية طبعا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لكتاب الله المجيد، وتليها كلمة الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، وبعد ذلك هنالك فقرات شعرية وإنشادية يقوم بها فرقة إنشاد الجوادين عليهما السلام. وفي ختام هذا المحفل المبارك سيكون هنالك تكريم لرؤساء أقسام الإعلام في العتبات المقدسة وإعلام ديوان الوقف الشيعي، إضافة لتكريم الإعلام الحكومي وهيئة الإعلام والاتصالات من قبل خادم الإمامين الجوادين عليهما السلام الأستاذ الدكتور حيدر الشمري لما قدموه من جهود خلال زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام.